طيب، مشاركات قوية لمنتخبنا الوطني للجامعات لكرة القدم في بطولة زايد الثانية لكرة الصالات. منتخبنا تصدر مجموعته وبلغ ربع النهائي، واجه المنتخب السعودي الشقيق وقدر يتخطاه عشان يتأهل لدور نصف النهائي. تفاصيل أكتر عن هذه المشاركة معانا على التليفون دكتور عرفة سلامة، رئيس بعثة منتخب مصر عفوا للجامعات في البطولة العربية لكرة الصالات. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليكم جميعا. يا أهلا بيك يا دكتور. دكتور، عايزين نطمن يعني دلوقتي إيه آخر أخبار المنتخب؟ المنتخب إن شاء الله بخير ودعواتكم بإذن الله تعالى. أنتم عارفين إن إحنا أبطال النسخة الأولى ودي كانت في 2019. فلو حابين إن أنا أديكم نبذة صغيرة كده. طبعا اتفضل. طيب، بطولة زايد العربية لكرة القدم الصالات دي النسخة الثانية، ودي بتقام من خلال تنظيم الاتحاد الرياضي للرياضة الجامعية العربية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المؤسسة التعليم والمدرسي والجامعي بالإمارات، وبتقام على ملاعب جامعة الإمارات بمدينة العين. بيشارك في البطولة 15 فريق، يعني 15 دولة. البعثة بتضم 12 لاعب. ال 12 لاعب دول بيمثلوا حوالي 6 جامعات، جامعة بني سويف، المنيا، المنصورة، القاهرة، اسكندرية، معاهد التعليم العالي. بيشارك في البعثة دي مجموعة من اللاعبين المتميزين، طبعا كلهم جوه عينينا، يعني محمد أشرف أوشا ده صاحب الهاتريك اللي تخطينا بيه المملكة العربية السعودية أمس. في محمد احمد السيد حمو وده قلب الفريق والعقل المدرب بتاعه. في حسن الجبالي، في مصطفى ابراهيم، ديما احمد عبد العال الشيكا، يعني مجموعه من اللاعبين المتميزين كلهم يعني احسن من بعض الحمد لله. طيب اشرح لنا يا دكتور ازاي الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قدر ان هو يختار اللاعبين ويبقى ان هو يقدروا، هل هم بيبقى في تدريب او تاهيل، ولا هم يعني ازاي اليه الاختيار جت ازاي؟ طيب تمام. احنا طبعا النشاط المحلي بتاع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في عندنا دوره الشهيد الرفاعي، ودي دوره بتقام يعني في اكثر من حوالي 36 لعبه، ومن ضمنها كره الصالات. الاختيار بيتم من خلال البطوله اللي بتقام داخل الدوره نفسها، ده الاختيار او المعيار الاولاني للاختيار. كمان احنا عملنا في رمضان اللي فات دوره رمضانيه، وده كانت دوره مسمعه ودوره كانت قويه جدا، حضرها في الوقت ده الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، الدكتور خالد عبد الغفار كان وزير التعليم العالي لوزير الصحه الحالي، وحطينا عينينا على مجموعه من اللاعبين المتميزين، بالاضافه لان اقيم قبل السفر معسكر لمجموعه من اللاعبين، تم الترتيب او الاختيار من ضمنهم على 12 لاعب. طيب دكتور، نظام البطولة عامل ازاي؟ المجموعات عاملة ازاي؟ مجموعتنا كمان كانت عاملة ازاي؟ طيب يعني احنا البطولة طبعا انا قلت لحضراتكم ان هي 15 فريق. ال 15 فريق وزعوهم على 3 مجموعات، دوري مجموعات. الدوري المجموعات دي كانت مجموعة خمسة، والدوري المجموعات كان بيتاخد منها اول وثاني المجموعه واحسن توالد عشان نقدر نلعب دور الاربعه في بعد كده. احنا الحمد لله في المجموعه بتاعتنا كانت في الاردن والجزائر وفلسطين وسوريا، دول يعني انا مش عايز ابالغ لكن دي حقيقه. الدوره دي دوره قويه، او البطوله دي بطوله قويه، كل الفرق يعني حتى الفرق اللي خرجت ما تقلش ابدا في المستوى عن الفرق المستمره حتى الان. يعني فمصر لعبت مع الاردن كسبنا 3-2، بعد كده لعبنا مع الجزائر كسبنا 7-0، بعد كده لعبنا مع فلسطين كسبنا 3-1. والولاد اطمنوا ان هم اول مجموعه، فيعني جاء المباراه الاخيره اللي كانت مع سوريا
مش عايز اقول تكاسل، ولكن هي نوع من الطمانينه اللي خلتهم يلعبوا باريحيه اكثر من اللازم يعني. للاسف دي خسرناها 3-4 لصالح. مفيش مشكله بنريح نفسنا اللي جاي. ايوه بالظبط، هم لا بس يعني ده حمل مش سهل. احنا بنلعب باسم مصر، ومصر يعني غاليه على الجميع. فالحمد لله كانوا الاولاد على قد المسؤوليه يعني، قعدت معاهم قبل مباراه السعوديه. مباراه السعوديه الشباب برضو بتوع المملكه كانوا ممتازين، كانوا على قد المسؤوليه بالفعل، والحمد لله تخطينا السعوديه بنتيجه 3-1. طيب دكتور عارفه، لو تكلمنا عن المباريات اللي هياخدها، المباريات القادمه اللي هياخدها المنتخب المصري. النهارده باذن الله بنلعب في نصف النهائي مع فريق ليبيا. وفريق ليبيا فريق قوي للغايه، فدعواتكم ان شاء الله باذن الله باذن الله نهني بعض باذن الله ان شاء الله الساعه 6:15 باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب لو هنتكلم على تنظيم هذه البطوله، وازاي الامارات مهتمه ان هي تنظم بطوله زي هذه البطوله. يعني اسمحوا لي يعني بالمناسبه دي ان انا اشكر الاتحاد العربي للرياضه الجامعيه وعلى راسه الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد. يعني مجموعه من اللجان المنظمه للبطوله كانت على اعلى مستوى، سواء في الاستقبال او في الاقامه والاعاشه او الانتقالات او تنظيم حتى بتاعه المباريات والاستضافه بتاعتها. التحكيم على اعلى مستوى. يعني تقدر تقولوا البطوله منظمه بشكل تقني عالي جدا يعني، او بشكل حرفي عالي جدا يعني. عظيم، كل توفيق طبعا للشباب في مباراتهم القادمه، وان شاء الله باذن الله نكون موجودين في النهايه. دكتور عرفه سلامه، رئيس بعثه منتخب مصر للجامعات في البطوله العربيه لكره الصالات، شكرا جزيلا ليك.